يعني احنا زي الفل فل الفل. وبعدين ده احنا مدينين الحكومة، ده وزارة الزراعة لوحدها لينا عندها 50 مليون دولار. قال بالحق، هي الفلوس دي مش هترجع تاني ولا ايه؟ هترجع ان شاء الله هترجع. نجيب بيه عامل لنا قاعدة مع وزير الزراعة، بس هندي نسبة يعني في بنك التسليف. مش هترجع يا حاج، مش هترجع، يا الحكومة لا يتاكل يا حاج، وزادونا الفلوس ده يدوهالنا جنيه في جنيه بالتصيط وموت يا حمار. لا دكتور احمد هترجع، اللي عند الحكومة ما بيروحش. وبعدين احنا خلاص كل شحنات الذرة والفول اللي جاية لنا هنوردها للتجار على طول، ومش هياخدوا منها حاجة. تحت اي ظرف من الظروف لازم كل الورق المهم اللي في الشركات يتلم، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. ومال، مفيش مشكلة في الكلام ده بتقوله ده، المهم تخلص لنا موضوع الجوازة بتاعتك دي عشان نقفل القضية بالدبر المفتاح. وإذا غلب حمارة خالص ومش لاقي عروسة يا أحمد، عروستك عندي. لا اطمن، في حاجة حلوة قوي، بس يعني عايزة ايه تكاية كده. طب ما تتك التكاية حاج أحمد. اتفضل يا هلا. يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا حاج. يا دي النور، يا ربي بدخل المحل كل يوم، بس النهاردة بيبرق قوي المحل. بص يا سيدي، انا رحت لمراتاتي كلهم ولميت الذهب اللي عندهم، لقيته كيلو ذهب، وبما انك انت بمراتاتي كلهم هجيب لك كيلو ذهب. كيلو؟ اتفضل نقي بقى غير ده، خد اللي انت عايزاه. بس انا لسه ما وافقتش. مش مهم خالص موافقتك دلوقتي، طلباتك ايه؟ هتسكني فين؟ هسكنك في فيلا في مصر الجديدة ولوحدك. كيلو؟ كيلو، كيلو ذهب. طب المؤخر؟ انت عايزة كام؟ مليون جنيه؟ بس اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. يا حبيبي، هات لي بطاقتك وحصلني على المكتب لو سمحت. تحت امرك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم، يا دي النور يا دي الهنا. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. معلش سامحني يا عم الشيخ، تاخرت عليكم. تأخرت ولا جيت بدري؟ المهم نقضي المصلحة ومبارك. يا سيدي بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله تقضي المصلحة وهتبارك. أدي المصلحة وعريس وعروسة واتنين شهود. بقول لك إيه، تعالى بعد إذنك يا عروسة. اتفضل. قلت للمأذون على موضوع التاريخ؟ طبعًا، أمال أنا قاعد بديله الرضع من الصبح عشان ينام. المهم أنا اللي عايز أسألك سؤال مهم. إيه اسأل. أنت على ذمتك كام واحدة دلوقتي؟ بعدين بقى أنت هتربكني ليه؟ انا طلقت امل وجميل. دول خدوا كارت احمر، يعني دي ممكن تلعب. ولا بسمع عنها حاجه ولا بشوفها، حتى الواد خالد لما بروح لها ما بسالوش عنها ولا مره. وان انت ما تسمعش حاجه عن بدريه يا فتحي، دي حاجه تخوف. ما تطمنش، ما تطمنش خالص يا ابني، تلاقيها لابدأ لك في الدره وبتدبر لك في مصيبه. انا تعمل فيها ايه اكتر من اللي انا فيه؟ ربنا ينتقم منها. من بقك لباب السماء. طب انت ما تعرفش هي قاعدة في أنهي داهية دلوقتي؟ عارف، عند أختها. وأميرة راحت معاها؟ أي، بس الواد خالد ما رضاش يسيب بيت أبوه. براو عليه، راجل من ظهر راجل. بس طمنا فتحي، اللي اسمها سارة دي عاملة معاه إيه؟ بتضايق ولا حاجة؟ سارة مين؟ يا ليلة غبرة، سارة مين؟ سارة مراتك. لا، هما كويسين مع بعض، كل واحد عايش مع نفسه. خالد عايش مع نفسه وهي عايشة مع مشاريعها. وانت عايش مع مين؟ انا مش عايش، ده منظر واحد عايش. انا حتى عادش عارف انا عايش ولا مش عايش. هي ايام يابا بنقضيها بقى بالطول ولا بالعرض. هتعيش يا فتحي، هتعيش يا ابني وهتشوف احلى ايام ان شاء الله. بس لو تبردنا لقلبي وتسمع كلامي
وتبطل البرشام والمسكنات وكل الحاجات الزفت الهباب اللي انت بتبلبحها دي. لا كله الكد، انا ما اقدرش ابطل البرشام، انا ما عارفش اقول كلمتين على بعض من غير بلابيع، انا جسمي كله سمع وخلاص. يا ابني ما بلاش الكلام اللي يوجع القلب ده، كفايه بقى. سيبكوا بقى من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده وركزوا معايا، عشان الحكايه دي شكلها فيها انه يعني هي مقصاك يا سيد محمد. قول ايه، هتقول الحكايه الاول ولا الان الاول؟ الاثنين مع بعض يا حاج. عبد التواب جاب لي ورق في طلب استرداد، واحد حاطط نص مليون جنيه وعايز يسحبهم بارباحه. طب فيها ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله في الواحد ده. ايه، طلع جاسوس اسرائيلي؟ لا، طلع جاسوس مصري تبع بدريه. بدريه؟ لا اله الا الله، مش قلت لك؟ من طرف بدريه ازاي يا محمد؟ جوز اختها شاديه يا حاج. بس بدريه عمرها ما جابت لي سيره على الموضوع ده. وبعدين جوز اختها يجيب نص مليون جنيه منين؟ هو حالته حاجه؟ مش هي دي المشكله يا حاج، المشكله ان مش هو اللي اودع الفلوس بنفسه، الفلوس دي اتحطت عن طريق ابوك الحاج توفيق. ها؟ ايه؟ انا اللي اودعتهم؟ امتى وازاي؟ يا حاج الفلوس دي تم ايداعها عن طريقك، ومتسجل ان انت خدت نسبتك قبل الفلوس دي ما تخش الخزنه. بس انا يا عمر ما جبت مبلغ زي ده، نص مليون جنيه. اه صح، افتكرت الفلوس دي جابتها لي منيره. طب ومنيره اتعرفت على جوز شاديه ازاي وامتى وفين؟ هي دي الان اللي بصحيح. ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ ايه اللي لم منيره على جوز شاديه اخت بدريه؟ هي دي، مش محتاجه سؤال يا حاج. بدريه لفت اللفه دي كلها عشان تشغل الفلوس وتكسب اللي هي اصلا فلوسي من عرق جبيني. صح، هي لان خصيه على ديماره، ديماره سم والعياذ بالله، هي اللي لفت دماغ البت منيره بكلمتين حلوين وقرشين حلوين، وخليتها تعمل عليها الدور ده وتجيب لي الفلوس عشان ادخلهم وديها اعلى ربح كمان، وانا مش داريين. ولما سالتها قالت لي دي فلوس اهل الحاره. حتى انا محمد ساعتها استغربت قوي، اهل الحاره هيجيبوا المبلغ ده كله منين؟ ولازم دلوقتي يا حاج تستغرب اكتر وتخاف اكتر وتاخد حطك من اللي اسمها منيره دي، لان منيره وبدريه عاملين رباطيه مع بعض، واكيد قاعدين يضحكوا علينا دلوقتي. طبعا، والله اعلم بقى بيرتبوا ليه تاني. اها كده، طب علي الطلاق بالتلاته اللي انا مطلقها ودلوقتي. لا ما تطلقهاش دلوقتي، واوعى تعرفها اللي انت عرفت حاجه. امال انت عايز نعمل معاها ايه بالظبط؟ نشوف طريقه نعرف بيها اللي حصل من ورانا واحنا نايمين على ودننا، واخر حاجه نفكر فيها الفلوس دلوقتي. المهم نعرف هم كانوا بيرتبوا لنا ايه وعملوا فينا ايه. انا اقول لكم نعرف ازاي يا حاج، بس المهم انت توافق يابا. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم. صباح الخير يا سميحه. صباح الخير يا حاج. مين اللي بتنوح جنبك دي؟ سلبت الشوف يا حاج. لا شايفك يا اختي، شايفك كويس، بس لساني مش قادر ينطق اسمك يا بعيده. وبعدين ما انتش من الحريم اللي افرك عيني عشانهم. ها ايه اللي حدفك علينا على الصبح كده؟ عاوزه صلاح ابني يا حاج. سلامه عقلك يا ام، ما ابنك عندك؟ كان عندي. كان عندك؟ وراح في انهي داهيه؟ ما ترد يا مقصوره الرقبه. عندك يا حاج. عندي؟ انت بتستهبلي يا بت، انت جايه تتبلى عليا يا بنت الكبش. والمصحف الشريف ما حد خد الواد غيره يا سميحه. الله 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 الله، غريبه يا بت، انت ايه؟ عايزه ترمينا باي مصيبه والسلام؟ رد يا بت، وديت الواد فين؟ انا اللي بسالك يا حاج، الواد راح فين؟ ابني فين يا حاج؟ اه وحياه امك. طب انا لو اعرف مكانه اللي هيجيبني على بلا وشي على الصبح كده. الواد فين يا حاج؟ ضنايا فين يا حاج؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا بنت اللي ما يتسماش انت، انت يا بنت مش شايفاني بعينك اللي تندب فيهم رصاصه وانا لسه صاحي من النوم؟ هكون شفت الواد امتى وخدته امتى؟ انطايا يا بنت بتاع الانابيب، وديت الواد فين؟ ابني فين؟ ابو زيد